مشاوره مشاوره فيه الاشياء السلبيه وفيه الاشياء الايجابيه. للاسف يعني في الجزائر وخاصه العاصمه ما كانش فيه ملاعب تاع منافسه، حتى في المناطق الاخرى ما كانش. حاليا فقط مدينه وهران اللي ممكن يكون عندها الجانب هذا ماهوش عائق، ولكن رانا نفس الشيء مع مولودية الجزائر مع شباب بلوزداد الى اخره، لانه هذه ثلاث فرق تاع العاصمه. اذا لهنا وكذلك حتى نادي البارادو، اذا علينا احنا باش نشوفوا ملعب اللي تنجم تلعب فيه في كل الظروف، الى خاصه الظروف المناخيه اذا كان فيه الامطار وحنا نعرفوا الشتاء وهذيك الى اخره. لي بيلوز نتاعنا تاع الغازو ناتوري راهي شويه ماهيش ما تقدرش تتحمل مباريات وتدريبات متتاليه. اذا احنا باش في المشاوره مع النادي الاقتراح يكون الملعب اللي يساعدنا ندربوا فيه ونجموا نلعبوا فيه. يعني كي فيه اقتراحات، ولكن راهي الوسمة عند الاداره، باش كذلك الاداره لازم تشوف لا ديسبونيبيليتي نتاع الملاعب هذوك الى اخره.